هعمل 3 سندوتشات حلوين، ممكن افكارهم ما تكونش جديده او مختلفه، بس بحب النوع ده فحبيت اني اشارككم. واسفه اني بقعد كتير ما بنزلش بس بسبب الامتحانات. اول حاجه هعمل شاورما، هحتاج صدور بانيه واقطعها شرايح طويله، هحتاج كمان فلفل الوان لو حابين، وممكن مايونيز او توميه، والعيش السوري. هشوح البانيه والفلفل الالوان، وبعد كده هحط التوميه على العيش وهحط عليها كمان الشاورما وهلفها وهحطها في الساندوتش ميكر. ممكن برضو نعملها على طاسه. علشان الساندوتش التاني هحتاج عيش سوري وهحتاج ستريبس، ده جاهز. لو ما عندكوش بانيه وهنقطعه بيض وبقسماط وهنعملهم في الزيت. هحتاج خس وجبنه موتزاريلا وطبعا صوص الكاتشب والمايونيز. هحط الصوص وعليه الموتزاريلا وهحط الكاتشب والبانيه، طبعا قعدت اقطعه، وهلفه برضو في الساندوتش ميكر. التشيكن جريل بقى هحتاج برضو العيش السوري، الخس، فراخ وشوحتها، جبنه شيدر، فلفل الوان، والكاتشب والمايونيز، وهعمله كده زي ما شفتوا. والعيش السوري بيتباع جاهز في السوبر ماركت.